عقب ذلك قدم السيد محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضا حول تدابير تحضير لعيد الأضحى، حيث أبرز العرض أن التحضيرات لعيد الأضحى المبارك لسنة 1444 وصلت إلى مراحل متقدمة، إذ بلغ عدد الرؤوس الأغنام والماعز المرقمة من طرف مصالح مكتب الوطني للسلامة الصحية والمعدة للذبح 5.4 مليون رأس، كما تم تسجيل 214 ألف وحدة لتربية وتسمين الأكباش المعدة للعيد لدى المكتب، وتخضع هذه الوحدات لمتابعة صارمة. وأفاد الوزير أن المصالح البيطرية ترصد باستمرار الحالة الصحية للقطيع عبر تعزيز الرقابة الميدانية والمخبرية وجودة الأعلاف، وتبقى الحالة الصحية للقطيع الوطني مرضية بشكل عام. ولتعزيز البنية التحتية لبيع واقتناء الأضاحي سيتم خلق وتهيئة 34 سوقا مؤقتا للعيد في مختلف جهات المملكة، وستستقبل هذه الأسواق فقط الأغنام والماعز المرقمة في إطار عملية الترقيم التي تنفذها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية بشراكة مع التنظيمات المهنية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.